دوت خلي تفاح. طبعا انا خدت 25 سنتي على الجيركن ده. الجيركن ده 3 رتل، تمام 3 بالظبط. انا كده مالي لغايه 3، لو اتمال لغايه هنا هوت يكمل 4، تمام. هو زي الجيركن عريض، تمام. طبعا انا قفلت الميه بدل ما اطلع فوق، قفلتها بقفيس دلوقتي، تمام. ومسكت السفنجه ومسحت المسائل كلها، ما عادش فيها ميه خالص. ليه بقى؟ طبعا الخل التفاح دوت بينظف معده الحمام من جوه من الامراض ومن الحاجات دي. تعالوا بصوا بقى، جيت انا هنا كده لقيت الزبله ابتدت تتغير معايا عند الزغاليل وعند الذكوره. ذكر اهوت الخل التفاح دوت انضف من اي علاج، بجد بجد والله العظيم انضف من اي علاج. الازازه ديت ربع كيلو 250 جرام اهيت، ديت ب 15 جنيه رجاله. ديت يعني خدت منها 25 سم كانت مملية على الاخر، دي تقعد معاك يعني، ديت تقعد معاك وصلاحيتها تقعد معاك يعني. صلاحيتها نشوف صلاحيتها مع بعض. صلاحيتها بتبقى مختومه على الكيس وانا قطعت الكيس، تمام. الصلاحية تبقى على الكيس، تمام يا رجالة. طبعا انت بتعمل، انا عن نفسي كل اسبوع بعمل حاجتين، بعمل خل تفاح في المية على العطش. يعني انا كلفت الحمام كله دلوقتي، تمام، وساب الحمام لسه ما مسقتلهوش. مش همسقله بقى، اعمل ايه بقى؟ جبت السرنجة ديت، السرنجة ديت 60 سنتي، 60 سنتي. هاخد هسحب واحط في المسائي، هسحب واحط في المسائي لغايه ما الحمام يشرب براحته، او مرجع الخرطوم تاني. ليه بقى؟ ممكن ناس تقول لي انت ممكن اسيد تقوم جاي حاطط في البرميل فوق وتريح دماغك. انا ممكن اعمل كده وتبقى سهله ليا، بس هتبقى وحشه، الا الخراطيم هتتبهدل، الخراطيم هتتبهدل قوي قوي قوي، تمام. هنعمل ايه مع بعض؟ امسك كده محمد الكاميرا من هنا، بس حط لك تحتين، امشي معايا خطوه بخطوه محمد. بصوا رجاله، تعال محمد قرب، قرب على الكاميرا الاعلام دي، اطلع فوق. تمام يا رجاله، كده انا ببنيها اهوت، اطلع فوق اهوت. انا منيتها. بص يا محمد، تقوم ماسك الكاميرا كده اهو، خليك ماسكها كده، شيل ايدك من هنا عشان ابص. قوم لنا ديت، اطلع فوق. بس انا كده رجاله مسكت الكاميرا عشان محمد ايه، ايدي بتتهز. دوس يا محمد على دي، على البيضة دي، دوس جامد. سيبها يا محمد، سيبها يا محمد يا رجالة. كده الدكر يشرب منها يومين، الدكر كده يشرب منها يومين. سيبها يا محمد. بصوا رجالة اهو، تمام. انا كده بقى بظبط ايه بقى، انا كده بخلي الحمام ينظف. اتفرجوا بقى يومين كمان بالظبط، اتفضلوا على الزبله دي، بس ما تكررش كل يوم، كل يوم غلط. خلي التفاح برضك على قد ما ليه افاده ليه ضرر على الحمام، عشان ما حدش يقول للحمام الضر. لا بقول لك اعملها مره واحده 25 سنتي، انا عملتهم عن نفسي. حاول تعمل سنتي على الرتل، حاول تعمل سنتي على الرتل. بس انا بالنسبه لي انا بكتر، عشان بقالي شهرين بالظبط ما عملتش، تمام. بصوا يا رجاله، انتوا حتى لو حطيتوا سنتي هيبقى السنتي خفيف، تمام. حطوا 3 سنتي، 3 سنتي على الرتل حلو، يعني بالظبط الخمسه رتل هيبقوا 12 اه تمام، 12 او 15. انا ممكن ما اشغلش المية ان شاء الله الا بكره، بس
ممكن ما اشغلش الميه الا بكره كده. اتفرجوا على الحمامتين بسم الله ما شاء الله هيتظبطوا. الحمام كل الحمام بيشحلوت الخل التفاح دوت بيحرق دهون قوي، يعني الدهون ما شاء الله بيحرق دهون. تيجي تبص ومفيد قوي للطواير، عشان الطواير في طواير بتعمل دهون على المبيض بتاع الطيره، ما تخليهاش تبيض او تتاخر في البيض، تمام؟ دوت بيحرق الدهون. مشكله الدهون بتيجي من الذره الصفراء، الذره الصفراء، تمام؟ يعني ما تكتروش ذره صفراء وما تكتروش فول في الصيف، عشان الفول بيسخن الحمام. اي حد رجال محتاج اي حاجة يكلمني. ده لغاية ما المسقة تنزل، المسقة نزلت خلاص. بصوا يا رجالة، بالنسبة للي احنا قلنا هيكسبوا الزغاليل لقطقطة السود، تمام؟ لقطقطة السود جوه همت الفيديو اللي نزل قبل دوت، تمام؟ اكتر واحد جاب مشتركين يخش لي يكلمنا على الواتس، تمام؟ هسيب رقم تليفوني دلوقتي، خش يكلمني ويستلم ان شاء الله الزغاليل في اي وقت هو محتاجهم، تمام؟ انا كنت هطلع البلق، بس البلق الذكر الاسود ده تعبان، ما ينفعش اطلعه، تمام؟ وحرام ان انا اطلع حمامه تعبانه عشان ما تموتش عندك او يجرى لها حاجه عندك، تقول السيد ضحك عليا، السيد مش عارف ايه. لا يا حبيب قلبي انا مش هضحك عليك. النهارده تاخد القطقطه، بكره ان شاء الله تاخد البول، بعده تاخد طراطير، هظبط لك انا الدنيا واللي انت عايزه اعمله لك، بس اهم حاجه اتفرج على الفيديو لاخره بس، عشان نقدر نجيب اكتر عدد ساعات عشان نوصل للألف مشترك وال 4000 ساعه مشاهده، عشان بقى نخلص ونعدي المرحله الثقيله قوي ديت، عشان بصراحه اليوتيوب مش بالسهل يا رجاله، تمام؟ انا حاولوا معايا ساعدوني عشان اقدر اساعدكم، عشان ان شاء الله رايحين نصور غيه حمام واحد من بورسعيد، برضو غيه كويسه وفيها حمامتين بول بسم الله ما شاء الله نضاف، نصورهم، تمام؟ خليكم معايا تابعوني الطبقه الجايه ان شاء الله على حمام زيادات. زيادات بقى اللي عندي، اما اشوف الفرخ بقى الله اعلم هتكون بلق ولا زغاليل ولا استراليات ولا ايه، على حسب ما كل واحد. انا مولع دلوقتي شيح اهوت، طبعا زي ما انتم شايفين الاوضه كلها دخان اهوت، تمام؟ ليه بقى الشيح دوت مفيد اللي انت تولعه عندك، مفيد اللي انت تولعه عندك في الغيه، تمام؟ طبعا الشيح اهوت كل دول بخمسة جنيه، حاجه اسمها شيح، تمام؟ هوريه لكم برضو عشان الناس اللي مش شايفاه او مش عارفاه تجيبه. ده شيح، خدوا سكيرين وروحوا لاي عطار قولوا له احنا عاوزين بخمسة جنيه شيح وشويه خشب وتولعوه. تروح تحطه ايه في الغيه للحمام، بس تكون حاطه على طبق صاج من تحت. انا حاطه على صاج من تحت عشان ما تنساهوش ويقوم مولع لك الغيه. انا مش مسؤول، انا بعرفك اهوت، تمام؟ ده حاجه برضك حاجه كويسه، طبعا ما حدش عملها على اليوتيوب ابدا، تمام؟ حتى محمد الشيح كيس، تمام رجاله؟ ملوش اي ضرر على الحمام الشيح، الشيح مفيد. وتقلب بحاجه مش خشب، قلب بحديد او بحته ألمونيا او نحاس، ما تقلبش ببلاستيك او بخشب عشان ما يولعش، تمام؟ انت اقعد رش لغايه ما الفحم يطفي، بس واقرا قران عادي. بص الغيه بقى كلها عامله ازاي، محمد اهوت لسه اخد زغلولين دلوقتي، دول هديه طالعين لي عشان ايه، يبقى بس اهم حاجه تكون غاوي.
رجاله اهوت، الشح مفيد للامراض، وقايه من الامراض ووقايه من كل حاجه تمام. ورقم واحد الفاش والدبان واي حاجه وحشه عندك هتروح من الحمام بسبب الشح. حاول لو كل 7 ايام بالظبط، كل اسبوع او كل 10 ايام تولع شويه شيح. هتشرب شيح يا محمد؟ انا جايب ب5 جنيه ولسه فيه، هعمل ايه بقى؟ اللي لسه فضل ده رجاله انا هعمل فيه ايه؟ هقوم جاي حطت مثلا 7 معالق 10 معالق كبار على 10 رطل ميه او 5 رطل ميه وتغليهم تمام، وتسيبهم لغايه ما الميه تبقى دافيه، تبقى ميه كويسه. اطلع مسق الحمام على عطش، اتفرج على الحمام ده، ولا اقول لك ادهم سيدوستين ولا تتراصيد ولا ادلهم فلاجيل ولا انتينال ولا الكلام دوت. سيبك من كل الادويه، الادويه اصلا مضره للكبد بتاع الحمام، مضره بجد والله العظيم مضره للكبد بتاع الحمام. الوقايه من الامراض رقم واحد معانا خلي تفاح، رقم 2 ورقم 3 شيح تولعه، رقم 3 شيح تغليل الحمام، رقم 4 ورقم 5، رقم 4 ورقم 5 تمسك الكلفة. طبعا انا جايب المنخل دوت، المنخل دوت عامل 15 جنيه تمام، بصفي بيه الكلفة، اسكان تراب بيقع، حاجات بتقع، كلام من دوت. لو انت من مقدرتك اللي انت تغسل الكلفة وتسيبها تنشف اعمل، هي حلوة وانضف حاجة. لو انت مش قادر مش مشكلة تمام، تجيب ب5 جنيه توم بودر وب5 جنيه بصل بودر وتقلبهم في وسط بعض وتجيب الكلفه، تقوم ماسك المسقه، تقوم ماسك اللهم صل على النبي البتاعه ديت البخاخه ديت، وتقوم رشش، ترش شويه على الكلفه، يعني ايه رشه خفيفه كده، وتقوم رشش بايدك شويه توم وملح، توم وبصل بودر، ترش، وبعد كده تقوم حاطط شوية كلفة وترش، شوية كلفة وترش، ونقطة مية، وتقعد تألف وسط بعض وتفرج على الحمام دوت. بفضل الله الحمام هيفضل واقف معاك تمام، وهيكون الحمامة شغالة، الحصى ما بيروقش معاك، الذكر هيكون بيكسر كويس، والدنيا تبقى كويسة معاك تمام يا رجالة. أي حد محتاج أي حاجة يكتب له في كومنت، متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واعمل لايك للفيديو عشان الفيديو يوصل لكل الناس. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.